مرحبا، احنا معكم اليوم لنحكي عن برنامج احتضان اورنج كورنرز فلسطين المنفذ من مسرعة الاعمال فلو والحاليا مفتوح لاستقبال طلباتكم. اورنج كورنرز فلسطين هي مبادرة من الحكومة الهولندية لتزويد الشباب الفلسطيني بالموارد اللازمة من توجيه تدريب ورشات عمل ليصيروا قادرين لجذب استثمارات في مشاريعهم الريادية. برنامج احتضان اورنج كورنرز بيستهدف الشباب من اعمار 18 ل 35 سنة للذكور وللإناث سواء كانوا من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ولعندهم منتج أولي بصيغة نهائية في مختلف القطاعات وبحاجة ليتحققوا من منتجهم أو خدمتهم داخل السوق. خلال برنامج الاحتضان رياديين رح يتلقوا تدريبات مكثفة في مجالات تطوير المنتج والسوق، نماذج الأعمال وعمليات الاستثمار لتزويدهم بالخبرة العملية ليكونوا جاهزين ومؤهلين للتحدث مع مستثمرين بشكل مباشر، وطبعا خدمات تطوير الأعمال الممولة اللي ممكن تكون على المستوى التجاري أو مستوى المنتج نفسه. وبالإضافة لجلسات إرشاد من مرشدين مختصين ورياديين خاضوا هاي التجربة من قبل ليصيروا جزء من شبكة ريادي الأعمال في فلسطين وخارجها. وبنهاية البرنامج الشركات الناشئة المشاركة رح تكون جاهزة لجذب الاستثمار والخوض في عملية التسريع بعد عملية التحقق من المنتج، والأهم يكونوا قادرين يمشوا خطوات للأمام بمشاريعهم والدخول في السوق وأسواق جديدة. إذا شايفين حالكم رح تستفيدوا أو تطوروا من منتجكم، هاي هي فرصتكم للتقديم، وما تنسوا أنه آخر موعد للتقديم هو 3 نوفمبر.